اهلا وسهلا خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. المهم كي دوزتوا العطله ديالكم، الكونجيات، كي دوزتوا مع وليداتكم، سافرتوا بصحتكم وبراحتكم، اللي سافر بصحته وبراحته، اللي دوز شي مناسبه ديال شي عراسيه بصحتكم وبراحتكم. وغبرت عليكم بزاف، لحقاش البنات في الواتساب كيقولوا لي فاطمه غبرتي علينا، ما بقيتي حطيتي لنا لا وصفات لا فيديوهات لا حتى شي حاجه. المهم كما شفتوا في الفيديو اللي حطيت لكم ديال العروبيه، راني كنت مسافره، كنت عند عائله راجلي، جلست 10 ايام عند عائله راجلي، كان واحد العرس ديال بنت خال راجلي، فداك الشيء علاش ما بقيت صورت حتى شي فيديو. وقبل ما نمشي تقريبا شي سيمانه ما بقيتش حطيت لكم حتى شي وصفه، لحقاش كنت كنخمل في الدار، كنت كنسوس وكنخمل في الدار باش ملي كنسافر كنخلي الدار نقيه، ملي كنرجع كنلقاها نقيه ويلا كنرتاح. يلا راكم عارفين ملي كتجي من السفر كتجي عيانه. وكما قلت لكم ملي كنت مسافره مع العرس ومع المناسبه والحباب والعائله، يلاه كنكونوا مقابلين غير الضحك والنشاط والجماعه، وما كنتساليش كاع التليفون. وملي كنخرج من داري ما يمكنش ليا نبقى ندير في الوصفات والخلاط وداكشي، يعني كتكوني يعني مشغوله مع الناس ومع الجماعه، وكتكوني موحشه داك اللمه ديال الحباب وداكشي، فداكشي علاش ما بقيتش حطيت لكم حتى شي فيديو. المهم بنتي كتدق عليا غادي نشوفها ورجع لكم. المهم البنات كما قلت لكم ملي كنكون مسافره كنسى التليفون، يعني كنبقاو مقابلين غير التليفون التليفون والدار. ملي كتكوني في الدار ملي كنخرج ما كنبقاش نتسوق للتليفون، كنبغي نستغل الوقت ونجلس مع الحباب ونفوج ونضحك ونساو شويه العالم ديال الانترنيت والتليفون داكشي كله. ودابا ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم وصفات، نشارك معكم روتينات، ان شاء الله محتوى غيكون زوين، غيكون محتوى اللي في المستوى ان شاء الله. جات مقاده محتوى اللي في المستوى. هانتوما البنات شوفوا الحناني، راني نقش درت الحنه ولكن دابا راه طارت. هانتوما كما كتشوفوا دابا تقريبا راه اكثر من سيمانه، سيمانه بحال ما هكاك، هانتوما راه طارت الحنه، جات زوينه تبارك الله. وصلنا بين نقشت رجليا نقشت يديا، وفرحنا في العرس ونشطنا. واخا ما صورتش لكم يعني العرس، ما صورتش صورت، ولكن ما يمكنش ليا نحط العرس في هنايا عندي في القناه، لحقاش راكم عارفين العائله ما يمكنش نحطها، خصني نكون يعني مصوره راسي، ولكن راكم عارفين في العرس ضروري كيتصوروا معك الناس، كيتصوروا معك الحباب وداكشي. فداكشي علاش ما صورت لكم حتى شي حاجه في العرس. ان شاء الله راه كما قلت لكم غادي يكون محتوى اللي هو زوين. بنتي الصغيره ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا العام غادي ندخلها للمدرسه، وغادي يعني يبقى لي الوقت باش نصور لكم روتينات، ندخل لكم وصفات اللي هما زوينين مع شي روتينات اللي يكونوا زوينين. ان شاء الله محتوى غيكون رائع، البنات غيكون زوين وغيعجبكم ان شاء الله. والبنات اللي قالوا لي يعني شاركي معنا ليكرو الواقي ديال الشمس اللي كديري لوجهك. المهم البنات راه فيسا مشاركه معكم شحال من خطره، انا غادي نوريه لكم، غادي نوريكم الكبير وحتى الصغير. انا الواقي ديال الشمس اللي كندير اللي هو هذا بيافين، بيافين البنات هذا الكبير هذا هو اللي كندير ديال البشره الجافه، حيت هو ملي كديروه يعني شويه دهني كيبين لك البشره ديالك كتلمع وكيحافظ على الشمس، يعني راه ما دايره لي لا اشهار لا حتى شي حاجه البنات. هذا راه كنشريه بفلوسي، راه ما دايره لي لا اشهار لا والو، غير طلبا من البنات اللي طلبوه ليا، قالوا لي عفاك شاركي معنا الواقي ديال الشمس اللي كديري. فداكشي علاش وريته لكم. انا ما لقيتش هذا، ملي تقاد لي هذا الكبير ديال البشره الجافه ما لقيتوش تقاد، يعني قلبت عليه في بارافارماسي، قلبت عليه في فارماسي، قلبت عليه عند مولين الماكياج، ما خليتش فين قلبت، كيقول لي هذا الكبير ديال البشره الجافه راه مقطوع ما كاينش، تقاد ليا. ومشيت خديت في بلاصتو هذا الصغير هذا، وراه نفسه غير هذا، هذا الكبير ديال البشره الجافه كديريه في البشره ديالك كيولي البشره ديالك كتولي كتلمع وكتولي تبان زوينه، وكيحافظ لك على البشره ديالك من الشمس، ما كتشش يعني الشمس ما كتشدلكش كاع في البشره ديالك، كتولي البشره ديالك غزاله صافي وكينقي البشره وزوين بزاف. وبالنسبه للبنات اللي غيسولوني على الثمن ديالو، كناخذو ب 2400 يعني 120 درهم، بعض المرات كيديروا لي حتى 130 درهم من برا فرماس. هانتوما البنات دابا ما لقيتوش كما قلت لكم مقطوع هذا الكبير هذا، ما لقيتوش، راه كيدي واحد المده، انا كنديرو لعنقي كنديرو لوجهي كنديرو ليدي لحقاش كبير تبارك الله. هانتوما شفتو ملي ما لقيتش الكبير خديت هذا الصغير هذا، بالحق هذا الصغير راه ديال البشره الدهنيه، هذا ديال البشره الجافه هذا الكبير، وهذا الصغير ديال البشره الدهنيه، يعني هذا ملي كديريه كيشرب لك البشره ديالك، ما كيبقاش يعني الوجه ديالك كيلمع في واحد اللمعان، ك
كتولي البشره ديالك كتبان عاديه، ولكن حتى هو راه زوين، كيحافظ لك على البشره ديالك، ما كتشدش لك الشمس في البشره ديالك، كينقي البشره، زوين بزاف. هذا الكبير ديال البشره الجافه كيخلي البشره كتلمع، كيرجعها كتلمع وزوينه في واحد اللمعان. هذا الصغير هذا هانتوما راه بحال بحال، غير فيه ديال البشره الجافه وفيه ديال البشره الدهنيه. هادو راه بنفس الثمن، ثمن واحد، واخا كيبان لك هذا كبير وهذا صغير. هذا كناخذو ب 2000 يعني 120 درهم، وهذا حتى هو خديته ب 120 درهم. ملي سولت مول بارافارماسي قلت ليه علاش يعني الثمن ديال الصغير بحال وبحال الكبير، قال لي هذا ديال البشره الدهنيه وهذا ديال البشره الجافه، ياك هما راه نفس الثمن، نفس الثمن البنات. بالنسبه اللي عندها البشره دهنيه وكيخرج منها الزيت وكتلمع كما قلت لكم، ديال تاخذ هذا، تاخذ هذا الصغير ديال البشره الدهنيه، ولا عندها البشره جافه تاخذ هذا الكبير. انا دابا لقيت هذا مقطوع درت هذا، ولكن راه زوين. واخا انا عندي البشره ديالي جافه، مع كندير ليها الزيوت بالليل وكندير ليها المساجات، يعني ما بقاتش جافه بزاف، ولات عندي البشره شي شويه دهنيه، فداك الشيء علاش خديت هذا ما لقيتش الكبير، وخديت هذا حتى هو ب 120 درهم، نفس الثمن كما قلت لكم، نفس الثمن، ولكن راه زوين، عرفتي كينقي البشره وما كيخليش كاع الشمس تشد لك في البشره ديالك. هانتوما شوفوا انا راني كنت في العروبيه وكنخرج للشمس، يعني هانتوما شوفوا بحال دابا راه ما دايره والو، دابا ما دايره حتى شي حاجه، غسلت وجهي بالصابون وجيت كنصور معكم. هانتوما يلاه دابا غادي نوريكم يعني القوام ديالو. هانتوما البنات بالنسبه كما قلت لكم، اللي عندها البشره ديالها دهنيه تاخذ هذا الصغير، ولا ما لقيتوش كاع هذا الكبير ديال البشره الجافه خذوا هذا حتى هو راه زوين. هانتوما البنات شوفوا شوفوا هانتوما. بالنسبه للبنات اللي طلبوني على الواقي ديال الشمس اللي كندير، راه هذا هو اللي كندير بيافين، واقي ديال الشمس بيافين راه معروف. هانتوما البنات شوفوا راه كتشربوا البشره وما كيبقاش يبان كاع بصفه نهائيه، بحال ما دايره حتى شي حاجه، وما كتشش فك الشمس في البشره ديالك، ما كتقضي فك حتى شي حاجه، واخا تمشي للبحر واخا تمشي للعروبيه واخا تسافري، كتبقى البشره ديالك نقيه وبيضاء، ما كتكحل لك لا بالشمس لا حتى شي حاجه. هانت شتي هانتوما البنات هانتوما. بالنسبه لهذا التليفون عندي راه ما كيصورش زوين، غير صبروا معايا ان شاء الله غادي ناخذ تليفون زوين باش يبقى يبان لكم التصوير واضح. هانتوما البنات شفتوا هذا ديال البشره الدهنيه، انا غادي نوريكم الاخر، ندير لكم الجهه الاخرى باش تشوفوا. هانتوما شفتوا كيبقاش يبان كاع، هانتوما شوف بحال ما دايره حتى شي حاجه، وكيحافظ لك على البشره ديالك. هذا راه تقاد ليا ما بقاش عندي، هذا غير نبقى نضربو بحال هكا باش يهبط. شوف الا كان باقي واحد شويه، هانتوما شوف شوف صافي. هذا ملي كديريه كتبان البشره ديالك كتلمع، كتبان البشره دهنيه كما قلت لكم، راه زوينه البنات. هاد الواقي هذا ديال الشمس مخير البنات كما قلت لكم، هذا الصغير ديال البشره، هذا ديال البشره الدهنيه. هانتوما راه درتو هنايا في هاد البلاصه، هانتوما شوفوا كتبان يعني عاديه، ما كاين لا لمعان لا حتى شي حاجه، شويه ديال لمعان ماشي بزاف. وهذا ديال البشره الجافه درتو في هاد البلاصه هذه، كتعطي كيعطي واحد اللمعان بالنسبه اللي عند البشره ديالها جافه بزاف، كيرطب البشره وكيعطيك لمعان في البشره ديالك، ودرتو حتى هنايا كما قلت لكم، هذا ديال البشره الدهنيه وهذا ديال البشره الجافه، وراه بنفس الثمن. انا غادي ندور، راه بنفس الثمن بالنسبه للبنات اللي عمرهم ما خداوش. سكرينيو وسيروا عند مول بارافارماسي وقول لي عطاك ديال البشره الجافه وديال البشره الدهنيه، وكما قلت لكم راه بنفس الثمن. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي ليك خوبيا فين تيحرقهم في عينيهم، حتى انا ملي درتو اول مره قربت شي شويه العينيه وحرقني في عينيه، ولكن ملي تعودت عليه والبشره ديالي تعودت عليه ما بقاش كيحرقني، كنعوم به في البحر في لابيسين، كنغسل وجهي كل شيء، ما بقاش تيحرقني في عينيه. وراكم عارفين انا عندي الشوف قليل وعندي عيني حساسه، ورغم ذلك ملي تعودت عليه البشره ديالي ما بقاش كيحرقني في عينيه. المهم كنتمنى ان شاء الله البنات اللي قالوا لي شاركي معنا يشوفوا هذا الفيديو هذا. خليتكم على خير خواتاتي، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، وما تنساونيش من اللايكات ومن التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتهمني بزاف.